وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من برلين السيد إبراهيم كابانا الكاتب الصحفي. سيد إبراهيم، برحب بحضرتك في البداية على شاشة إكسترا نيوز. هدم مكتبات ومعاداة العلم والفن في تركيا، هل هناك أصبح قلق ربما على عملية التحديث في تركيا الآن وعلى موروث مصطفى كمال أتاتورك؟ حياتي القلبية لكم في أوكسترا نيوز وأيضا المشاهدين الكرام. يعني قبل يومين قتلت الاستخبارات التركية أنقرة، أو كان بالأحرى مناصري حزب العدالة والتنمية، قتل شخصا كرديا، شابا كرديا وسط المدينة لأنه كان يستمع إلى أغنية كردية. يعني إلى هذه درجة، يعني هم الذهنية التركية والذهنية التي أصبحت مركبة من الطورانية التركية وأيضا الإسلام السياسي المتوحش الذي يقوده حزب العدالة والتنمية بين قوسين حركة إخوان المسلمين الإرهابية في تركيا. هي ممارسة العقلية الشوفينية العنصرية داخل تركيا لا تستبعد أبدا. مسألة هدم المكتبة المعرفية داخل تركيا، هدم القيم الأخلاقية العلمانية المتطورة داخل تركيا، نحن أمام حقيقة نظام مركب من عقلية من قرون الوسطى يحاول القضاء على الديمقراطية داخل تركيا، وأيضا يحاول تسدير تجربته الجديدة الفاشلة إلى الجوار. فعندما ننظر إلى مدينة عفرين وما يحدث فيها على يد المتطرفين الإرهابيين بحق الكرد، وأيضا إلى مدينة سريكانية ومدينة الأبيض، وأيضا مناطق الاحتلال التركي في إدلب وفي جرابلس وفي عزازة وفي الباب، التصوير الحقيقي لهذا المشهد هو إعادة الحالة في قرون الوسطى من القتل والتوحش، وأيضا في صورته المسدسة داعش. هي حقيقة الحالة أيضا مستمرة داخل تركيا منذ السنوات الأخيرة داخل المنطقة الكردية. المدن الكردية داخل تركيا تعيش حالة إرهاب واقعي، في خبز في لقمة عيشي، وأيضا في لقمة حتى المكتبة الثقافية والكتب، حتى الأغاني، الفنانين الكرد والقضاء والمحامين، لم يبقى هناك الا واجهه تصفيه على يد هذا النظام الارهابي داخل تركيا. طيب سيد ابراهيم، بما ان حضرتك تفضلت وذكرت ما يحدث من انتهاكات وتدخل تركي في ليبيا، يعني كان هناك من ابرز الاخبار هو تذمر من قبل بعض المرتزقه الذين يرسلهم اردوغان من سوريا الى ليبيا. كيف سيؤثر ذلك على سير العمليات في ليبيا، وكيف سيؤثر ذلك على تركيا اردوغان في هذا التوقيت؟ يعني عملية هي التذمر بدأت حتى داخل سوريا مناطق الاحتلال التركي. يعني الشبان، مئات الشبان تركوا شمال سوريا واتجهوا إلى ليبيا على طائرات أو سفن تركية للقتال في ليبيا من أجل معاش محدد أو من أجل فكر كان النظام التركي يحاول تحقينه في الذهنية بعد السوريين من أخواننا التركمان والعرب. لهذا أعتقد يعني هم الآن بعد أن ذهبوا إلى ليبيا ورأوا ما رأوا وكشفوا أن أردوغان لديه مخطط داخل ليبيا يحاول تدمير ليبيا ويحاول تقسيم ليبيا على شاكلة ما فعله أردوغان بسوريا، ودخل في صفقات مع الطرف الروسي برعاية إيرانية وأيضا مع النظام السوري في بيع معظم المناطق للنظام السوري مقابل جمع المرتزقة في الشمال السوري لمحاربة أحد المكونات الرئيسية في سوريا، الكرد في المنطقة الكردية. أعتقد الذين أخذ بهم أردوغان إلى ليبيا للقتال لصالح مشروعه الإخواني للتوسع في شمال أفريقيا، هو الآن سيجد معارضة كثيفة جدا من قبل السوريين الذين كشفوا طيب مؤامرة سيد أردوغان. سيد إبراهيم، يعني تخلي أردوغان عن المرتزقة، حتى المرتزقة يتخلى عنهم، إلى أي مدى ذلك يعكس الواقع الذي يعيشه الداخل التركي في هذه الآونة؟ يعني هو عمل على مسألتين، المسألة الأولى هو يعني تسدير الأزمة إلى الخارج تركيا حتى يتستر أو يسيطر على الداخل التركي. يعني شاهدنا الفترة الأخيرة النظام يمارس أبشع أنواع الإرهاب بحق الشعب الكردي والتركي داخل تركيا، وأيضا الوضع في شمال سوريا كان وضعا كارثيا حتى هذه اللحظة. المشاهد التي تصلنا من المناطق الكردية المحتلة السورية هي مشاهد حقيقة متوحشة من قبل النظام التركي. لهذا أعتقد هو سيحاول يعني نقل هذه التجربة إلى ليبيا لتدمير ليبيا. الداخل التركي متأزم، الأزمة الداخلية بين السياسيين الأكراد، نصف المعارضة في السجون والمعتقلات الأردوغانية داخل تركيا، وأيضا تسرع الجيش التركي الذي قام أردوغان بتصفيته من الداخل، وأيضا دور الشرطة والمخابرات، أصبح هناك نظاما إجراميا يحاول الضغط على الداخل التركي من خلال تسدير الأزمة إلى خارج تركيا.
لهذا هذا المعارض السوري الذي خرج من أجل تغيير النظام أصبح أداة إرهابية بيد أردوغان لزجه في معارك خارج حتى خارج سوريا. أصبح الشعب السوري مجرد مرتزق بيد النظام التركي لاستخدامه في تدمير بلد عربي آخر من أجل حماية أمن تركيا على حساب أمن الأوطان العربية سوريا وليبيا. لهذا هذا السوري الذي تم خضاعه من أجل مشاريع أردوغان أصبح الآن يستفيق من يعني من تلك الأحلام الأردوغانية. لهذا بدأت مظاهرات حتى يعني يوم أمس هناك مظاهرات بعد الاحتلال التركي ضد النظام التركي ضد تجنيد أطفالهم للقتال في ليبيا. هناك أطفال في سن 12 و13 تم تجنيدهم من قبل الاستخبارات التركية لزجهم في معارك ليبيا لتدمير ليبيا. السياسات الأردوغانية الداخلية أصبحت في نفق مظلم داخل تركيا. لهذا هو سيحاول من خلال خلق الإرهاب داخل ليبيا، خلق الإرهاب في سوريا، وأيضا دعم المتطرفين في مصر وفي الخليج العربي، وهدف هو من أجل تسهيل الأزمة الداخلية التركية إلى البلدان العربية في المنطقة. وحتى المعارضة سيد إبراهيم التركية يحاول أردوغان بشتى الطرق وبمختلف الطرق إسكات المعارضة وعدم وصول المعارضة إلى زمام الحكم أو زمام الأمور من خلال سن بعض القوانين وتمرير ومحاولة تمرير هذه القوانين. على كل حال سيد إبراهيم كبان الكاتب الصحفي كنت ضيفي عبر سكايب من برلين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.